هذا أمر عسكري ويجب أن ينفذ. علم وينفذ. صافرات الإنذار لا تتوقف. فبعد إعلان التعبئة العامة، العالم يصحو على هول فاجعة قرار روسي كارثي. فما هذا القرار؟ وحلف الناتو يقول كلمته الأخيرة ويعلن حالة الطوارئ القصوى، بينما كييف تطلب المساعدة بشكل عاجل. فهل تلبي واشنطن النداء؟ وحليف بوتين المقرب يعلن عن خطة عسكرية وصفت بالماكرة، وأردوغان يصل لحل نهائي لإنهاء الحرب، وقائد القوات الجوية الأمريكية يعلن حربا وشيكة مع روسيا في هذه الدولة، وأسطول الصين البحري يطلق تحذيره الأخير قبل أن يطلق رصاصته الأولى، بينما بوتين يتغزل بأم الدنيا مصر. فماذا يريد منها؟ بوتين لا يمزح. بعد أن قال بوتين كلمته الأخيرة وأعلن التعبئة الجزئية للجيش الروسي، هو يبتسم ابتسامة خفيفة لتكون عنوانا لحرب عالمية قادمة. بلادنا لديها مجموعة متنوعة من أسلحة الدمار الشامل، وهي أكثر حداثة من تلك التي تمتلكها دول حلف الناتو. إذا كانت وحدة أراضينا مهددة، فإننا وبلا شك سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبها. هذه ليست مزحة. لم يكتفي بوتين بذلك وحسبه، إذ طالب قطاع التصنيع الحربي الروسي بدراسة أسلحة الناتو التي استحوذت عليها القوات الروسية في أوكرانيا. الجوازات الحمراء الداكنة تظهر للعلن لتحمل مؤشرات حرب باتت وشيكة. السلطات الموالية لموسكو في خرسون وزبروتشا ودونسك ولوغانسك تعلن عن إجراء استفتاء شامل بشأن ضم الأراضي الخاصة بهم إلى الأراضي الروسية. مهلا مهلا، أتعلمون ماذا يعني استفتاء؟ بكل اختصار، إذا نجح الاستفتاء ستكون هذه المناطق أرضا روسية، وأي اعتداء على هذه المناطق يعتبر اعتداء مباشرا على أرض روسية. وأي دولة ستدعم أو ستشارك في الحرب بهذه المناطق سترد روسيا من باب الدفاع عن السيادة الروسية على أي طرف كان، سواء من الناتو أو من أي دولة أوروبية. هنا روسيا تلعب بالبيضة والحجر. كييف أعلنتها بكل ثقة، سنقاتل على كل سنتيمتر. زيلينسكي: لن يكون للروس موطئ قدم على أراضي أوكرانيا، لكننا نريد مساعدات تتوافق مع وتيرة تحركاتنا. ورغم هول المخاوف، هنا قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال أليكسس يكشف عن مواجهة محتملة مع روسيا بسوريا، مشيرا إلى أن الوجود الروسي في سوريا صار أكثر عدوانية منذ غزو أوكرانيا، ليصل صدى أنفاس تهديدات بوتين إلى حلف الناتو. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ صرح أنه تم رفع درجة التأهب مع بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا ونشر المزيد من القوات بالجهة الشرقية، كما أكد على أن الجزء النووي لآلية الردع موجود، ولكن الهدف هو منع أي نزاع حتى لا يكون هناك اضطرار لاستخدام الأسلحة النووية، بل خيار السلام هو الأساس. وأن تهديدات بوتين باللجوء لأسلحة نووية هي تصريحات خطيرة ومتهورة، مضيفا: ومن الأفضل لروسيا أن تعترف بهزيمتها الكبرى والانسحاب من أوكرانيا. أتسمعون ما أسمع هنا؟ صافرات الإنذار تدوي في كامل أوكرانيا بعد إعلان بوتين الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية. هجوم صاروخي عنيف تزامن مع إعلان بوتين، بينما سلطة كييف تعلن عن طلب مساعدات عسكرية عاجلة ذات فاعلية أكبر. رد الفعل الأسرع جاء من واشنطن لتحذر روسيا من عواقب وخيمة قد تصل لحد
المواجهة العسكرية إذا ضمت أجزاء من أوكرانيا. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو لا يتحدث إلا بلغة الأرقام الفلكية ليكشف أن لدى روسيا الكثير من الموارد البشرية، وأوضح أن روسيا ستستدعي 300,000 جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعائهم في البلاد، والبالغ عددهم نحو 25 مليون شخص. يا لهذه الأرقام المرعبة، ويا لسعير حربها الملتهبة. ليضيف أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 61,207 قتلى و 49,368 جريحا، بينما خسائر روسيا 5,939 قتيلا، دون الكشف عن عدد الجرحى، وذلك حسب تصريحه. لكل فعل ردة فعل، هو ليس درس فيزياء بل هي دراسة روسية بشأن ردة فعل الطاولة الغربية إزاء إعلان بوتين، لتبدأ من المستشار الألماني. الاستفتاءات المرتقبة شرقية أوكرانيا زائفة ومخالفة دوليا. السفيرة الأمريكية في أوكرانيا: التعبئة الروسية مؤشر ضعف، وواشنطن لن تعترف بمطالبات روسيا بهذه الأراضي الأوكرانية. رئيس الوزراء الهولندي مارك روت: الأمر الذي أصدره بوتين ما هو إلا علامة على الذعر، ويجب ألا نظهره على أنه تهديد مباشر بحرب شاملة مع الغرب. وزير الدفاع البريطاني بن والاس: إعلان روسيا تعبئة القوات من أجل الحرب في أوكرانيا يعد اعترافا من رئيس بوتين بأن غزوه يفشل. الخارجية الصينية: ندعو لإيجاد حل في أسرع وقت يراعي المخاوف الأمنية والمشروعة لكل طرف. هذا ما تم جمعه من الساحة السياسية حول ردة فعل الغرب تجاه ما فعله بوتين. من جانبه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف علق قائلا: خطة الانتقام الجديدة جاهزة وهي على الطاولة، وستبدو الإجراءات السابقة بالنسبة لهم بمثابة مزاح صبياني. يا لثقل مزاحك يا قديروف، إذا كان ذلك حقا مزاحا ليدخل هنا حليف بوتين الأبيض على الخط. نعم، هي ثلوج أوروبا وشتاؤها القارص، وسط محاولات لتحقيق مكاسب عسكرية وتعويض الخسائر، روسيا وأوكرانيا تراهنان على معركة شتاء أوروبا، أحدهم يراهن على صموده بينما الآخر ينتظر نصرا يطبخ على نار هادئة. برأيكم، هل ستصمد أوروبا ليكسب زيلينسكي رهانة، أم سينتصر شتاء أوروبا ليعلن بوتين ربيعه المنتظر؟ السيادة الصينية في خطر. التهديدات الأمريكية تجاه أصحاب العيون الضيقة لا تنتهي. بعد إعلان بايدن الدفاع عن تايوان عسكريا، أصدر وزير القوات الجوية الأمريكية تحذيرا شديد اللهجة لبكين، وقال الوزير الأمريكي إن الصين سترتكب خطأ فادحا إذا غزت تايوان، كما ستتسبب بعواقب وخيمة، داعيا بكين إلى التعلم من درس الغزو الروسي الفاشل لأوكرانيا. ليشهد هنا الخط الحدودي الفاصل بين الصين وتايوان حالة من التأهب العسكري خلال الساعات الماضية. وزارة الدفاع التايوانية قالت إنها رصدت 24 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن حربية اخترقت هذا الخط الذي يتوسط مضيق تايوان، ليأتي الرد سريعا من الصين، حيث قال الجيش الصيني إن
المدمرة الأمريكية هيجنز والفرقاطة الكندية فانكوفر أبحرتا عبر مضيق تايوان، وأضاف أنه أصدر أوامر لقواته البحرية والجوية لمتابعة الوضع. ليعقب ذلك بيان رسمي للجيش الصيني بأن قوات الجبهة الشرقية في حالة تأهب قصوى وستتصدى بحزم لما أسموها التهديدات والاستفزازات، والهدف حماية السيادة الوطنية. عزيزتي الصين، لقد أوشك رصيد سيادتك على النفاذ، لذا يرجى منكم سرعة إعادة تعبئة الحساب. أردوغان يطفئ نار الحرب. مع احتدام المعارك العسكرية وتصعيد موسكو، أردوغان يكشف عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى تفاهم لتبادل 200 أسير، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية. الرئيس التركي دعا طرفي الحرب في أوكرانيا للوصول إلى مخرج مشرف من هذا النزاع. حفيد أرطغرل تمكن من الحفاظ على علاقته بموسكو وكييف رغم الحرب لأول مرة منذ عقدين من الزمن. هنا أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد في نيويورك ليبحث معه تطوير العلاقات الثنائية. نحن لن نعلق هنا، سنترك التعليق لكم. ومن التطبيع إلى التلميع الإنساني، قال أردوغان إن بلاده بدأت في الاستعداد لإنشاء 200,000 منزل في سوريا لضمان عودة نحو 1,000,000 لاجئ سوري إلى بلادهم، ودعا لدعم دولي لهذا المشروع، ليتهم بعدها اليونان بتحويل بحر إيجا إلى مقبرة للاجئين عبر إبعادهم بشكل غير مشروع، داعيا الدول الأوروبية والأمم المتحدة إلى التحرك ضد هذا الظلم الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية على حد وصفه. يا لطيبة قلبك يا حفيد عثمان. الأحداث والتطورات. ترامب يسخر من بايدن مجددا بسبب جلوسه في الصفوف الخلفية بقداس جنازة الملكة إليزابيث الثانية. ترامب يغرد في تويتر: حان الوقت لتتعرف على قادة العالم الثالث، هذا ما حدث لأمريكا خلال 2 فقط من حكمه. تصفه إسرائيل بالمطارد الأخطر. أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل مصعب أشتي القائد في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس والمطارد والمطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لتعتبرها حماس وصمة عار في جبين السلطات الفلسطينية. رغم اشتداد التوترات بين البلدين، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبدى استعداده للقاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. فما سر هذه الدعوة؟ احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الخارجية الإماراتية بافتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي. أنسيتم يا أبناء زايد ماذا كان يقول والدكم عن إسرائيل؟ يقال عن إسرائيل ديمقراطيين. ما دام إسرائيل ديمقراطيين يقتلون الأطفال ويقتلون النساء، لا عندهم سلاح ولا بيديهم سلاح، يقتلون النساء والأطفال ويهدمون بيوتهم ويحرقون مزارعهم، وهذه هي الديمقراطية هكذا؟ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: جمهورية إيران الإسلامية لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها، ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا. بوتين: علاقات الصداقة مع مصر تسمح بتطوير الشراكة معها، ونعمل على الحفاظ على سيادة مصر من الهيمنة العالمية. بوتين يهدد وواشنطن تندد، والصين تتعرض لاختراقات بحرية من أطراف جديدة. فماذا سيحدث برأيكم في الأيام القادمة؟